السلام عليكم. في هذا الفيديو سنقدم لكم إثبات سحب من إمبينتورك الذي يقدر ب195 دولار، وأيضا سنقدم لكم الإخوان بخصوص الـ AI ماركتينج، سبب التأخير أو لماذا يتم التأخير، وكم استغرق معي المبلغ هنا في أتسبرانس حتى تم استهلاكه في أو نزوله إلى الميزانية الإعلان. وأيضا سنقوم كما ترون في هذا المكان، لدينا في الميزانية الإعلان 780، ولدينا هنا في الأموت بين أو في المبلغ المستهلك 713 دولار، أي أن المبلغ تقريبا سيتوقف الربط إذا لم نقوم بإعادة الاستثمار. لهذا سنقوم بإعادة أو الطريقة لإعادة الاستثمار الكاش باك واستراتيجية حتى لا يتوقف الربط بطبيعة الحال. ولهذا الإخوان دائما نقوم بإعادة الاستثمار يعني الكاش باك الخاص بنا فمباشرة الإخوان. وبالنسبة أيضا للإخوان الذين يسألون عن الأموال القديمة، فإذا قمت بالذهاب إلى آخر فيديو شرحته هنا ستجد أن شخص هنا يسأل عن مصير الأموال القديمة، قلنا أن حال القائمة الإخوان هو يعني صندوق الحماية، انظر هنا لدي 18 دولار وهذا سيتم أخذها من الكاش باك القديمة الإخوان. ولهذا سنقوم بتطبيق هذه الأمور كلها في هذا الفيديو وبعض المعلومات الجيدة التي تنفعك بطبيعة الحال. قبل ذلك لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تتوصل دائما بكل ما هو جديد، وأيضا الانضمام إلى قناة التليجرام الموجودة أسفل هذا الفيديو. مباشرة إلى الموضوع، كما ترون الإخوان قمت بإعادة استثمار يعني في الفيديو السابق، هنا كانت لدي تقريبا إعادة استثمار يعني كانت لدي هنا 50 دولار، وبعد ذلك تم أخذ الموقع المبلغ وترك لي 37 دولار، وهذا المبلغ قام بإعادة استثمارها وقام بأخذه إلى ميزانية الإعلان بعد 3 أيام، يعني بعد 3 أيام قام بأخذ هذا المبلغ. لهذا الإخوان الذين يسألون عن تأخير المبلغ في الأتس بالانس فلا توجد مشكلة، فأنا إعادة استثمار الكاش باك أخذ مني 3 أيام، فيمكن أن يأخذ منك يومين 3 أيام إلى 5 أيام، فهذا الأمر عادي جدا. وهذا راجع لي وهذا رجع إلى ضغط على الموقع. إذا قمنا بالنزول الآن وكما أريتكم هنا لدينا تقريبا سيتوقف الربو قريبا إذا وصل إلى 780 دولار، الآن 716 دولار. ماذا سنفعل؟ سنقوم بإعادة استثمار هذه الأموال الإخوان، وهل نستثمرها في دفعة واحدة أم سنقوم بإعادة استثمار بعد استثمار يعني فقط نصف المبلغ، أو ماذا سنفعل؟ سأقوم بهذا الاستثمار فقط 50 دولار أو 40 دولار، وفي المرة الأخرى سأقوم بهذا الاستثمار أيضا تلك ال 20 دولار أو 30 دولار، ربما 50 دولار أخرى إذا تم صعود يعني الكشبك الجديد إلى اليور كشبك. ولماذا هذا الأمر؟ حتى يعني يحسس الروبو أننا يعني نقوم بالإيداع، وهكذا سيجيب لنا المزيد من المبيعات ومزيد من الأرباح. فذلك يتم عن طريق الضغط على توب أب هنا، ثم نقوم باختيار المبلغ الذي تريد أن تقوم بإعادة استثماره بعد اختيار هنا الكشبك. نقوم بوضع هنا مثلا نقوم بإعادة استثمار مثلا 40 دولار، ثم نقوم بالضغط هنا على بي وسيقوم بإعادة استثمار مباشرة الـ40 دولار بدون أي أدنى مشكل. انظروا هنا تم إعادة الاستثمار مباشرة. إذا قمنا بالذهاب إلى هذا المكان سنجد أن لدينا 40 دولار زائد 37 الذي كانت لدينا سابقا هنا، فأصبح المبلغ 81 دولار مع زيادة البونيس الذي تحدثنا عليه في آخر فيديو، وهو البونيس الذي يتم إضافته إلى أي شحن جديد أو أي لمبلغ جديد قمت بشحنه في الروبو الخاص بك وفي حسابك بناء على يعني الوسيلة الذي قمت باستعمالها. فهناك من يعطيك مثلا بيتكوين أو USDT 10 دولار 10% عفوا، ويعني BTC أعتقد 9% والإيثيريوم وما إلى ذلك من الأمور، فهذا البونص تحدثنا عليه في الفيديو السابق. إخواني الذين يسألون عن صندوق الحماية أو يسألون عن الأموال القديمة، سأقوم بأخذها من هذا من 391، سأقوم بالضغط على كليم كشبك ومطالبة بالاسترداد النقود، ثم أقوم بأخذها مباشرة. صعد لدي المبلغ هنا وتم خفضه من أو خصمه من اليور كشبك القديم المجمد في هذا المكان، وأصبح لدي هنا في تم إضافته إلى 20 دولار، وأستطيع أن أقوم بسحبه مباشرة إلى محفظتي أو أقوم بإعادة استثماره، فأنا حر فيها. هذا هو الحل قائما الإخوان، ولا يوجد حل يعني من غير هذا الحل. يا إما تقوم بهذا الأمر أو تنتظر حتى يتم حل المشاكل أو يتم تعويض المستثمرين من هذا الأمر. وأنا أعتقد أن جميع المستثمرين يعني سيلتجئون إلى هذا الحل، يعني هناك من ينتظر شهر شهرين وعندك يلتجئ إلى هذا الحل، لأن لا يوجد حل إخواني أخواتي، فالشركة حصرتنا فيه. لا يوجد ما يمكن فعله، صراحة لا يوجد ما يمكن
فعلها الإخوان، لأن الشركة حصرتنا يعني قالت لك يا إما تقوم بهذا الاستثمار وتربح وتأخذ الأموال خصمك أو تنتظر. أنت حر، قل على الشركة من الصابق، قل على الشركة تستغل أو تستفز أي شيء قله. يعني الخسير الأكبر هو المستثمر، يعني لا يوجد منكم فعلها الإخوان إلا الالتجاء إلى الحل القائم والاستثمار وإعادة يعني أخذ الأرباح الخاص بك من اليور كاش باك القديم. وهذا أمر صراحة يعني أراه أنه حل أفضل من أن يتم يعني انتظار لمدة طويلة، فالله أعلم ماذا سيحدث في المستقبل. فيمكن أن تقوم الاستفادة من هذا الأمر، وكل شخص حر بطبيعة الحال، وهذه فقط وجهة نظر ليست دعوة للاستثمار أو شيء من هذا القبيل. فالكل حر في حسابه وحر في أمواله وحر في نفسه الإخوان، فقط نحن نقوم بمناقشة الأمور. وأيضا إن كان لديك أي استفسار أو تساؤل بخصوص هذا الموضوع يمكنك أن تقوم بوضعه لنا أسفل هذا الفيديو، ونحن دائما نقوم بالإجابة على الإخوان بخصوص الأسئلة الخاصة بهم، سواء في الخاص أو في التعليق هنا أسفل الفيديو. أيضا يمكنك الانضمام إلى قناة التليجرام الموجودة أسفل هذا الفيديو، حيث سنقوم يعني وضع فيها آخر الأخبار، أو نقوم بوضع فيها آخر الأخبار الخاصة بالإي آي ماركتينج، وأيضا ربما نقوم بوضع فيها العملات الاستثمارية، العملات لمن هو مهتم بالعملات الرقمية الإخوان. فأعتقد أنني سأريكم أيضا إثبات السحب الذي تحدثت عليه في بداية الفيديو حتى لا أنسى. انظر هنا، هذا هو إثبات السحب، سأقوم بإعادة يعني تحميل الصفحة حتى لا يقول الشخص أنه مجرد سكرين شوت أو شيء من هذا القبيل. انظر، أنا أقوم بإعادة ريفريش للصفحة، هنا لدي بيتكوين، سأقوم بالنزول إلى الأسفل هنا، وترى هنا لنا لدي هنا المبلغ الذي قمت يعني سحبه من إمبي نتورك. هذا هو المبلغ الذي قمنا بالذهاب إلى هذا المكان، عفوا إلى الأكتيفيتي، ثم قمت باختيار هنا البي إر تي إن، ستجد هنا أنني قمت بسحب من هنا يوم 12 أكتوبر 195 دولار، وتوصلت بها. يعني أصبح الموقع ثقيل بعض الشيء لأنني لم أتوصل بها إلا بعد مرور 24 ساعة. ففي البداية كنت أحصل عليها فقط في غضون 12 ساعة، لكن الآن أصبح الأمر يطول نظرا لضغط يعني المستثمرين على الموقع من حيث السحب وأيضا من حيث الشحن. فهذا هو المبلغ حصلت عليه يعني بعد مرور أكثر من 24 ساعة. إذا قمت بمشاهدة هنا يعني التاريخ، حصلت عليه في الثامنة تقريبا، لدي هنا في الثامنة، يعني دائما أقوم بحصول على المبلغ في غضون 12 ساعة توصل بها السحب، لكن الآن في آخر سحب قمت به طال أكثر من 24 ساعة. هذا التاريخ 13 يعني 10/2021، وهذه كلها سحوبات الإخوان. أمرنا كلها سحوبات 98 دولار 147 دولار، وكلها تقريبا في شهر 10 كما ترون هنا 132. لدي هنا أيضا يعني الكثير من السحوبات الإخوان، وهذا دليل على أن الموقع يدفع والموقع جيد ويمكنك أن تربح من خلالها الإخوان. لا داعي الاستماع إلى ما يروج في السوشيال ميديا، أيضا هناك الكثير من الأشخاص السلبية صراحة لهذا الإخوان. دائما خذ ما ينفعك، وأنت لديك يعني عقلك ولديك يعني قم بتحليل الأمور على كيفك، وأن تقوم بأخذ القرار الخاص بك. فالأمر راجع لك أخي أختي، إذا أردت أن تقوم باستثمار في الموقع ولا تقوم بالاستثمار في الموقع، فالأمر راجع لك في يعني في أول وفي الأخير بطبيعة الحال. وجب علينا يعني توفير جميع المعلومات، فقمنا بالاجتهاد وأيضا قمنا بتوفير لكم جميع المعلومات الخاصة بالمشروع في قائمة يعني فيها أكثر من 86 فيديو. كان تقوم بتصفح ما تريد، وأيضا طرق السحب وطرق الشحن، وقمنا يعني التطرق إلى هذه الأمور كلها لمن أراد أن يقوم بسحب أو بشحن مبلغ بسيط أو شحن مبلغ صغير، سواء على البيتكوين أو USDT. قمنا بشرح كل هذه الأمور في هذه الفيديوهات الإخوان. فهذا ما أردت أن نشرحه الإخوان في هذا الفيديو. لا تنسوا الضغط على زر اللايك وأيضا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تتوصل دائما بكل ما هو جديد، وأيضا الانضمام إلى قناة التليجرام الموجودة في أول التعليق. والسلام عليكم.